دائرة. أيوة درت فحم في الدائرة تاع 08 حتى 2019. هو توفى في 2005، توفى مدة 67 وتوفى ربي يرحمه. نعم. أيام بعد ولاده ومرته قالوا لي ما نعطوكش، وأنا داير التسوية تاع 08 ذاك، قالوا لي ما نعطوكش نخرجوه، خرجوا العقد وخرجوا. نعم. شرحوا في المحكمة، قالوا لهم عدم تأسيس، قالوا لهم أودي بلي السيد هذا الولد نتاعكم راه هو كاتبه، كاتب خوه وعاطي له حق في المحكمة في عبد الموثق، وانتم راكم تعفسوا عليه تخرجوا فيه من السكنة نتاعه، وأنا بنيت وكلش. واش عليه؟ أنا عرفت بلي بنيت، روح كمل لي. بنيتو كلش، قالوا له بلي السيد هذا ولك راه عدم تأسيس، انتم ما عندكمش. يا سيدي خلاص عدم التأسيس، روح من بعد واش صرا؟ نعم. واش صرا من بعد؟ نعم. من بعد واش صرا؟ درت استئناف انت؟ داروا استئناف هما؟ من بعد هما شرحوني، داروا لهم عدم تأسيس، زادوا ثاني شرحوني في المحكمة الإدارية، داروا لهم ثاني نفس الشيء. راه عدى مدة عامين، أنا ضايع نحاول باش نسوي الوضعية تاعي. وشو سؤالك؟ نعم؟ السؤال تاعك وشنو؟ سؤالك وشنو هو سؤالك؟ سؤالي أنا ضفو كيفاش ندير ضفانا راح راك داير راك داير ملف تاع التسوية، كيفاش دير؟ كعارف أنت ملف تاع التسوية؟ أنا الإدارة قالوا لي حتى تروحوا الصالح في بعضكم. لا 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 اسمح لي، مادام راك داير ملف تاع التسوية في إطار القانون 1508 في الأجل المحددة، مادام البناء تاعك موجود قبل سنة 2008، لأن البنايات المشمولة به هذا القانون 1508 اللي مازال ماناش عارفين وقتاش يطبق بالك على 60 سنة ولا 70 سنة، أو دائما كاين تمديد، والناس مستمرة في البنايات الفوضوية وكأن القانون لم يوجد. المهم أنت مادام عندي 24 سنة ساكن. إيه وش عليه؟ هما على جهة. أنا عارف سيدي، أنا عارف، قلت لي 80 و99 الأخ تاعكم كتب لكم، أنا تبعت هذه التفاصيل. إذا الآن الملف تاعك يكون عن طريق، ما نقدرش نمدوا لك نصيحة، والملف تاعك قيد التسوية، مازال ما فصلتش فيه اللجنة، ما قالولكش إيه ولا لا. لازم تتبع الملف تاعك على مستوى لجنة الدائرة، لأنك درت الملف على عدة نسخ في البلدية، روح لجنة الدائرة تجتمع بكل مصالحها ويقروا. يقبلوا لك التسوية أو ترفض التسوية، في حالة الرفض طبعا المحكمة الإدارية هي المختصة للفصل في هذا النزاع. الأمر بسيط، مادام دير ملف التسوية تروح مباشرة أمام لجنة الدائرة تسأل على مآل الملف تاعك، طبعا عندك وصل يثبت بأنك ودعت هذا الملف، وتسأل واش نتيجة تاع الملف اللي ودعته. ما نسرقوش الأمور، ما نقدوش نقولوك تروح دير دعوة قضائية وحنا مازال ما عرفناش ربما يحظى بالموافقة، وبعد ذلك تسوى الوضعية تاعك.